تحالف الوطني لدعم الشرعيه لن يفرط في دماء الشهداء تحالف دعم الشرعيه يدعو الى مليونيات جديده الجمعه القادم مؤمنا بقدرته على الحشد رغم فشل جمعته الاخيره بحسب المراقبين والتي اطلق عليها اسم جمعه الشهداء لم يعترف التحالف ولا الاخوان علنا بتراجع قدرتهم على تنظيم مسيرات والخروج في مظاهرات مئويه حتى لكن موقع الحريه والعداله على الفيسبوك عرض صورا تبين جانبا من مسيرات دعا اليها التحالف ضمن فعاليات اطلق عليها الشعب يقود ثورته وهي ممتدة لنحو أسبوع تجوب المدن والمحافظات وفق ما يقوله التحالف ويروج له على صفحة الإخوان ولكن على صفحات أخرى ثمة مبادرات نشرتها مجلة التايم الأمريكية من جماعة الإخوان وحلفائها فمن جهة تظهر الجماعة وذراعها السياسي أنها مستمرة في تكثيف حشدها لجمعة الحسم التي دعت إليها الجمعة المقبل في محاولة للضغط على السلطات الانتقالية لوقف حملة التوقيع التي حصدت عددا من قاده الصف الاول والثاني في التنظيم ومن جهه ثانيه يعود الحديث عن حل سياسي وربما تنزلات غير معلنه تضمن خروج بعض قادتها من السجن ما نشرته التايم يتحدث عن مبادرة من الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد المتحالفين مع الإخوان وتقضي بوقف الحملة الأمنية مقابل وقف تظاهراتهم على أن يبدأ بعدها حوار سياسي، لكن ناطقاً باسم الجماعة الإسلامية قال إن تحالف دعم الشرعية المؤيدة لمرسي لن يقبل بأي مبادرة تحت سقف خريطة طريق الانقلاب على حد قول التحالف. اما المبادرة الثانية فاطلقتها شخصيات سياسية وتتحدث عن دعوة الاخوان لنبذ العنف ووقف تظاهراتهم مقابل وقف حملات الاعتقال واطلاق سراح من لم يتورطوا في اعمال عنف وبالتالي اعلان هدنة للافساح في المجال لتسوية سياسية قبول اي المبادرتين من عدمه ربما يكون مساله وقت او لعب على الوقت ولكن الوقت في مجيء جمعه الحسم قريب ويطرح تساؤلا واحدا حول ما اذا كان سيكون على غرار جمعه الشهداء ام سيعود الحشد الاخواني على الارض من جديد سمح السيد العربيه